نشوفها حمو بيكا. الناس انزعجت جدا لما حمو بيكا قال انتظروني مع حماده هلال. انت انزعجت ولا عادي؟ يعني مش هقول يعني كلمه انزعجت، لو خلي بالك يعني ده ناجحين جدا وعاملين شغل كبير قوي ومكسرين الدنيا انا اتمنى طبعا طالما نجاحهم دول هم يستثمروا بس في كلمات تبقى ايه. يعني انت رايك في اللي بيقدمه حمو بيكا؟ ما اقدرش اقول لك حاجه عشان الناس تقول حاقد عليه. هم مش ناجحين جامد وعاملين ارقام، ما الارقام دي مش تزوير، الارقام دي بجد والناس حافظه اغانيهم. فانا لو قلت لا الناس دي وباء والكلام اللي انا بسمعه طبعا في كلام انا مش حابب اي زميل يتكلم بطريقه. يعني هوجت اغاني المهرجانات انت شايفها ازاي وانت راجل فنان كبير؟ يعني انا شايف ان انا بس عشان احكي الموضوع ده الاول. طيب انا كنت في فرح في اسكندريه فقالوا لي ان حمو عايز يطلع يسلم عليك، قلت لهم اتفرج يعني اتفضل طبعا يعني ينور الدنيا. طلع لقيت يعني حد دمه زي العسل بصراحه، لقيته دمه خفيف انا شفته قوي قوي وقعد يعني يحكي لي شويه حكايات كده في اسكندريه. وفجاه قال لي ما تيجي نعمله فيديو، قلت له تعالى. فجاه راح قال بقى الفيديو اللي انت شفته انت هقول له اقول له يعني دول يعني في تعاون بينكم؟ لا مفيش خالص. في اغنيه مشتركه بينكم؟ لا ابدا، لا مفيش كلام ده خالص. هيلحن لك؟ لا يعني انا هتغني له؟ لا يعني لا خالص مفيش كلام خالص. يعني الموضوع كله صوره؟ لا الموضوع ده كله صوره وفيديو مفاجاه هو فاجئني بيه. لكن انا لو قلنا اغاني المهرجانات، لا هي مزيكه المهرجانات هي من المزيكات الموضه دلوقتي. انا غنوه اشرب شاي ما انا عملتها مع اوكا وارتيجا بس هي مش مهرجان، بس انا واخد المزيكا بتاعت المهرجان تعتبر، مش الكل المزيكا بس انت واخد الريتم اللي الصغير والكبير بدا يحبه. فما دي ما ده برضو. طب مين بيعجبك من مطربي المهرجانات؟ انا بيعجبني صوت حسن شاكوش جدا. حسن صوته جميل جدا، صوته عسل. طب انت ممكن يجي